اه رضوان جيد، ده حكم مغربي ومن الحكام المتميزين في القاره يعني. كانوا اسندوا له مباراه جنوب افريقيا والكونغو على المركز الثالث، فاعتذر قال لهم لا مش هحكمها. قالوا له مش هتحكم؟ قال لهم لا بعتذر. فالاعلام المغربي ناشرين تقرير قال لك هو كان منتظر يحكم النهائي بكره، وقال لك هم في لجنه الحكام في افريقيا ظالمينه، ده الاعلام المغربي كاتبين تقرير عنه ظالمينه، وبالتالي هو قرر قال لهم ان هو عيان فمش هيحكم مش هيحكم المركز الثالث. هو كان عايز يحكم النهائي اللي هيكون بكره، واللي هيدير النهائي بكره حكم من موريتانيا، حكم متميز جدا كمان من موريتانيا، عنده 31 سنه يمكن، حكم متميز جدا شفته في اكتر ماتش، لا حكم قوي وشاب ومتميز للغايه يعني، اللي يحكم مباراه النهائي غدا. واحنا هيكون عندنا اعتقد حكم عاشور بكره، ربما يكون في على الفار تقنيه الفار محمود عاشور، وحكامنا بصراحه لازم نحييهم، لازم نحيي التحكيم المصري، لازم نحيي التحكيم المصري بصراحه، اداء في منتهى الروعه، حكام مصريين والله في منتهى الروعه في البطوله، واشاده كبيره جدا بالتحكيم المصري، كلهم لازم نحييهم، كل حكام المصريين اللي تواجدوا في بطوله الامم لهم كل التحيه على هذا الاداء وهذه الروح والاشاده، جميع الماتشات اللي حكموها محدش اشتكى، محدش اشتكى من الحكام المصريين. وفي كمان النهارده بيتكلموا على قائمه الحكام اللي هيحكموا كاس العالم 26 اللي هتكون في امريكا وكندا والمكسيك 26، واحنا داخلين تصفيات واخدين تقريبا حكمين مصر او ثلاث حكام تقريبا، حكمين وحكم فار تقريبا، ولكن واخدين من مصر كمان حكمين على الاقل مرشحين قائمه الاوليه، حكام من افريقيا المرشحين لاداره كاس العالم 26 ان شاء الله. فده التحكيم المصري، تحكيم مصر ان شاء الله بخير يا رب باذن الله تعالى.